السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ الامور زاهيه؟ 55 ما كاين ما يشوش. الله يحفظكم ليا والعز والنصر. المهم عوده من جديد وعوده بالجديد كما تيقولوا. مده طويله هادي غبرت عليكم، يعني ما بقيتش كندير لا لايف ولا لي فيديو، ما كنحط والو. السبب الرئيسي الخدمه الاخوه كما تيقولوا، والسبب الثاني هو الحديثه اللي كنت درت على الاخوان باش نحاول نوضح. يعني هادي يعني هاد الفيديو غادي نديرو كيفاش الانسان غادي يخدم طاكسي ليبر. قبل ما نحكي ونشرح على طاكسي ليبر، بغيت نعاود حوايج اللي يعني عشتهم، اللي عشت منهم واحد شويه الحمد لله. قلت على اخوان اللي متبعيني عارفين الحادثه اللي درت، واحد الحادثه يعني بموتور، وهادي راكم عارفين الموتور تفرشاخ والعذاب، العذاب الاليم كما تيقولوا. ما عليناش، ماشي هذا هو يعني الموضوع ديالنا. المهم درت على اخوان حادثه، المهم ان شاء الله يعني الحمد لله خرجت بسلام. يعني نعس في السبيطار واحد المده، عانيت واحد المده، ولكن الحمد لله الحمد لله. يعني فاش دابا وليت بريت، حيت كديرت درت واحد الاوبيراسيون الدراري، يعني في الفخذ ديالي درت واحد الاوبيراسيون. منين بريت قلت يعني شنو غادي ندير، شنو هي الخدمه اللي غادي نحاولوا نديروا عاوتاني، نقلبوا على شي حاجه. يعني قالك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه، يعني ديما انسان يقلب على الرزق ديالو باي طريقه غير يكون حلال، فهمتوني، يكون حلال. ما عليناش، قلت انا علاش فكرت قلت علاش ما نكريش شي طوموبيله ونمشي نخدم بها طاكسي. الكرا نمشي نكري، فهمتي، نكري الطوموبيل ونخدم طاكسي الاخوان. يعني فاش مشيت سولت في تلقلب يعني في فيسبوك، يعني كاين داك ماركتينغ، فهمتي، بقيت يعني تنقلب يعني للناس اللي هما عندهم طوموبيلات باغي يديرهم الكرا، ولكن يعني الخدمه، حيت راه كاين الفرق ما بين الكرا، يعني تكري شي طوموبيل مثلا دوز بها مثلا نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا سيمانه وتردها له ولا 20 يوم، ثمن عنده ثمن. كاين الفرق ما بين يعني تكري الطوموبيل باش تخدم بها الطاكسي. هذه اللي كاري انا الاخوان، كاري واحد الطوموبيل اللي هي يعني 2022، شري 2022 طوموبيل مثلا. من بعد غادي نوري لكم على برا كيفاش دايره، شري بعد نوريكم على برا كيفاش دايره طوموبيل. يعني غير صغيره، يعني ديك سوزوكي التو هي اللي كاري. كنخلص فيها مثلا، نقولوا حنايا كنخلص فيها، نقولوا حنايا يعني تقريبا شي 120 بوليفي في النهار. وغنجيو ان شاء الله غنهضر لكم ونقول لكم يعني كيفاش كنخدم بسميتو بداك اوبر وب ان درايف، يعني بدوك الابليكاسيونات اللي هما ديال يعني التنقل، الابليكاسيونات هما تنخدم بهم. غندير فيديو خاص بوحدو. دابا بغيت نهضر كيفاش انا الواحد يعني طاكسي ليبر، وغادي نحاول نفهم بزاف ديال الحوايج. ربما سمعت بعض الناس اللي قالوا وعطوا بعض المعلومات هما غلط، يعني انا ماشي انا زعما كنجي نهضر تنقول له لا انت ما كتعرفش والو، كنصحح يعني كنصحح الاغلاط، وحتى انا يا الا كان شي غلط وصح لي يعني كنصح له دي يعني داك الشيء الاغلاط اللي كيدير كنحاول نصححه له انا، فهمتي. كنت انا ربما درت انا غلط، الانسان وباغي يصح ليه ما فيها باس، ما فيها مشكل الاخوان، فهمتوني. المهم يعني باش تخدم طاكسي ليبر، اول حاجه اللي كيطلبوا لك هو خصو يكون عندك البيرمي، ماشي كما قال واحد السيد تكون عندك الطوموبيل ديالك ولا تكريها وهو غاسير تخدم طاكسي. لا لا لا، غير قانوني داكشي. حاجه وحده ربما الا نقولوا، اول حاجه اللي خص تكون عندك هو البيرمي، ماشي اي بيرمي، ماشي اي بيرمي، يعني بيرمي كونفيونس، فهمتوني. بحال هاد البيرمي هذا مثلا اللي انا عندي حاليا، كاين البيرمي اللي هو بارتيكولار، اللي هو تقدر تسوق به. واش عندي هنايا راه مثل التاريخ واش مازال عندي هنايا، يعني كاين البيرمي بارتيكولار هو هذا الاخوان، هو هذا شتي هنا فين كاين بي، هذا يسمح لي نسوق به الطوموبيل ديالي ولا نكري به،
ما نخدمش بيه طاكسي وما نخدمش بيه في شركه، فهمتني؟ وغي يعني ترمي عادي. هذا يعني صافي ما بقاش خدام، هذا بيرمي كونفيونس، يعني يمكن هذا عندي الحق نهز به 12 واحد، يعني انا عندي الحق نسوق ب 12 واحد بهذا البيرمي هذا، وعندي الحق نخدم به الطاكسي، عندي الحق نخدم به في شركه، يعني عندك لوبسيونات يعني باش تخدم بهذا البيرمي هذا. هو تيقول بروفيسيونال، هذا هو الضروري خص يكون عندك. الا ما عندكش هذا ما تبقاش تهضر على الطاكسي، اللي غادي يشدوك غادي غادي فهمتي يشدك البوليس، غادي راك عارف كمل من عندك، يشدك راه عندك خطيه ولا غيدو، المهم عندك خطيه صافي بونتو فين عندك الخطيه. الا لقاوك سايك يعني بيرمي بارتيكولار، خصك تسوق مثلا طاكسي تسوق ب ا، عندك الحق ا، عندك الحق بي، بي مثلا تسوق نقولوا طوبيس تسوق به بزاف، عندك سي تسوق به الكار موك مثلا، عندك هذوك عندك الحق تخدم بهم طاكسي، فهمتني؟ من هذا وطلع لفوق بي لا، الام لا، الام هو الموطور. المهم هذا الاخوان تخدم به، يعني عندي هذا وغنحاول نصح له. الا انا ما كنتش غندير مازال، الا تيليشارجيتي الابليكاسيون خصو يكون عندك هاد هذا، وتيليشارجي مثلا اوبر مثلا وهذيك اوبر وين درايف، يعني بزاف دوك الابليكاسيون ديال التنقل، يعني هادوك الا كان عندك بيرمي وتيليشارجيت مازال عندك الحل، مازال تخدم به، يعني كتسمى انت يعني قانوني عندك البيرمي وعندك هذوك الابليكاسيون تبغي تشد البوليس، يعني ما فهمتي ما غاديش تلقى معايا المشكل. ولكن باش تهز يكون عندك البيرمي هذا وتستون تقول تخدم به غير هكاك ممنوعه. علاش ممنوعه؟ كيخصك اللي ديجا هضرت عليه الاخوان هو هذا، ديجا انا هضرت عليه تنقول لك، يعني باش تكون خدم طاكسي ليبر كيخصك تيك هو هذا البيرمي اللي عندي هو ا، قال لك يمكن لي نسوق ب ا ب بي ب سي، فهمتني؟ هادو هو البيرميات اللي خاص لي يمكن لي نسوق بهم الاخوان، ولي سميتو الانفورماسيون ديالي كلشي، وما هادو كما كتشهدو وكيتصوب، يعني كيعطوك فيه عام وكيتصوب، يعني هذا هو السيمبول ديال بوليفيا، فهمتني؟ هو هذا كيتصوب في ترانسيت عند البوليس، هذا كنحاول نصوبو وتنديرو مورايا هنايا، يعني كنديرو واحد التويشيه هنايا بلاستيك هنايا مور سميتو، اي واحد كيطلع مورايا في الطاكسي تيشوف الانفورماسيون، حتى يعني الدم ديالك، حتى الدم ديالك يعني شنو فهمتي، الاسم وتيديروا فيه الاسم ديالك وتيديروا فيه الكنيه ديالك وتيديروا فيه يعني اش من دم، اش من نوع ديال الدم عندك، وتيديروا فيه يعني النمره ديال لاكارت ديالك، وتيديروا فيه النمره ديال الليسينسي مثلا باش كتسوق، فيه جميع، ومكتوب فيه طاكسي، مكتوب فيه طاكسي ليبر فوق التصويره ديالي كاشني ديال البوليس ديال لابوليس، فهمتوني؟ وعندو عاوتاني كاشني ديال لابوليس هنا، يعني هذا علاش كنديرو هذا؟ ما كاينش نقول بحال قلتو الكريما ولا ما نعرف، لا هذا طاكسي ليبر، يعني كتسمى ليبر، كتسمى شنو هو ليبر؟ ليبر هو انا ليبر انا ندير ما بغيت، يعني غير مثال هذا انا كيكون عندي واخا ما نديرش لا اوبر ولا ابليكاسيون غير بهذا، و تندير طاكسي كنعلق الطاكسي في الجاج، انا غادي نوريها لكم حتى نوريها لكم، كنعلق الطاكسي في الجاج و تنبقى انا غادي، فهمتيني؟ غادي في الشارع وتنقلب فهمتي، غادي وكو تيشيروا لي الناس وكنطلع وكنديهم صافي البلاصه فين غادي، كنحط هذا ونطلع هذا ونحط هذا، يعني وغادي هذه هي الخدمه، ما يعني نلقاش مشكل، هذه هي الخدمه، نمشي فين ما بغيت، ندخل فين ما بغيت، نخرج فين ما بغيت، ما كاينش اللي يقول لي شحال الساعه. حبسوني البوليس اللي تيقول لي تيشوفوا الطاكسي في الجاج اللي راني خدام طاكسي، تيقول كعطيني البيرمي ديالك باش كيعرف واش البيرمي بروفيسيونال، واش عندك الحق تسوق الطاكسي ولا. مين كنشوف البيرمي تيقول لك فينا هي تيك ديال باش خدام انت طاكسي، ما عندكش مثلا لي ابليكاسيون، هذا هو التيك، هذا هو اللي كنوريه، وما تيقول لي حتى شي حاجه وما عنده ما يقول لي، فهمتيني؟ كنخدميني فين ما نبغي. هذا ما كان اخوان، وصراحه الله انا السيمانه هذه، يعني السيمانه هذه وانا خدام، يعني خدام في طاكسي، والاخوان يعني الحمد لله صراحه الله ما نكذبش عليكم، يعني احسن ليا ديجا بعدا راك خدام موطور، راك شفتوا اللي كان شافني راك تخدم بموطور، بموطور باش خدام الاخوان طاكسي اللي كانوا هنا كان كيشوفوني راه طاكسي، يعني موطور تجيج دروي وتخدمت به طاكسي، فهمتني؟ دابا خدامين طاكسي يعني طوموبيل طاكسي، فهمتني؟ والحمد لله، وبلي القضيه يعني مزيانه، احسن ليا هكا فهمتي، احسن ليا هكا من داخل الشمس داير تركيله وراك مهني وراك
كاينين ما كاين لا مشاكل لا والو. المهم دابا غنحاولوا نخرج نصور لكم يعني الطوموبيله اللي انا يعني خدام بها الخوت، فهمتيني، نحاول نصور لكم الطوموبيل اللي انا خدام بها، وعندي فيها الضو هنايا والتويشيات والروينه في الطلع وينها. سيدي اخوان، المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، ديروا ليه لايك وبارطاجيو هذا الفيديو. هذا غادي نوريكم الطريقه باش كنخدم، نوريكم الطريقه باش كنخدم، يعني هذا الشيء ماشي تنوريك، هذا الشيء كنقسم الحياه ديالي، الحياه اليوميه، فهمتيني، الحياه اليوميه اللي كنقسم، اللي كنقسم مع الناس اللي تيحبوني وتيهزوا فكره وتتكون عندهم خبره، فهمتيني. انا هادشي اللي كندير ماشي تنقول لك راه جي دير طاكسي ولا جي تخدم، لا، انا يعني كواحد يوتيوبر زعما كيصوب تيدير فيديوهات كيدير لي لايف يعني للناس اللي كتحبوا والناس اللي غتعرفوا من القدام حتى ما كان، فهمتوني. يعني غادي نعمل لكم فيديوهات في الشارع كيفاش كنخدم، وغنعمل لكم فيديوهات يعني بالابليكاسيونات باش كنخدم وكيفاش الطريقه كنخدم وشحال كنطلع في النهار صافي. ولكن باش ندير هاد الفيديو هذا، باش ندير هاد الفيديو هذا، هاد الفيديو اللي حطيت لكم دابا خصو يدير ليه لايك وتبارطاجي صافي، ديروا ليه لايك وبارطاجيو، وقسم لكم يمينا حتى غندير لكم ان شاء الله لي فيديو الابليكاسيون كيفاش كنخدم، شحال كنطرا كنضرب، كيفاش كنعمل، وشحال كنصور من الصباح حتى العشيه، وغتشوفوا كلشي بعينيكم. ولكن باش ندير لكم هاد الفيديو هذا، هاد الفيديو بغيتكم تدعموا ليا، ديروا لايك وبارطاجيو. الله يرحمكم الوالدين. انا نوريكم على برا الطوموبيل باش خدام طوموبيل صغيره صافي. تحياتي وانتم تحياتي، وما تنساوش بغيتو تشوفوا الفيديو طريقه باش خدام وشحال كنصور في النهار وكيفاش كنخدم اوبر وهذوك الابليكاسيون ديال التنقل، يعني ديروا ليه لايك وبارطاجيو، يوصل واحد العدد ديال سميت ديال الناس، اقسم لكم يمين تاو نبارطاجي معكم كيفاش كنخدم. تحياتي وانتم تحياتي، ونخليكم على نخليكم مع يعني زويزو زويزو زويزا مع الطوموبيل ديالي الصغيره، فهمتي الاخوان. راه غير كاري كنخلص غير النهار وراني خدام، مازال غتعرفوا معلومات بزاف، ولكن كما قلت لكم ديروا لايك وبارطاجيو. هانتوما الاخوان، الطوموبيل كيفاش دايره، معلق له هذه، يعني هذه الضوء الدراري، يعني هذاك هذا راه يعني ليد ليد الضوء، يعني بالليل كيبان، هذه بان على حسب النار، فهمتيني، هذه كتبان بالنار، هذه كندير على حسب الليد ديال سميتو، أو التوشيه ديالي هي هذه، هذه باش خدامه الاخوان. جوني هانتوما ما كيفاش تدير الداخل، هذاك الانرخيسات الدراري، هذيك القرايه راه هي الانرجي الاخوان. اذن كنعلق التليفون هنايا باش كنشد الاوبيكاسيون، يعني حيت كنخدم بلا بسميتو. ها كيفاش دايره الدراري، كيفاش دايره الداخل، ها كيفاش دايره الداخل الخوت، شفتوا، يعني دير له داك العلاق، العلاق باش كنشد، يعني باش كندير التليفون باش كي باش كيعطيني الابليك، يعني الابليكاسيون كتقول لي فين غادي نشد الطريق، فهمتيني، ثاني حيت كاين بلاصه الانسان اللي ما تيعرفش. انتم الاخوان الطوموبيل كيفاش داير هي هذا الاخوان، هذا ما كان. ونتمنى يكون في الاعجاب ديالكم، كما قلت لكم بغيت تعرفوا جميع يعني على هذا الشيء اللي كندير، ديروا داك اللايك والبارطاج لهذا الفيديو هذا، يوصل واحد العدد